لاند كلوزر انا، لاند كلوزر والله ما دبابه، قال له موتر بيغليك انت موتر هناك، تريلا ليش اللي قلب تريلات قلب عماير ما بقلب لاند كلوزر. شوف شوف وش اشوف؟ والسيل بيطيح وش؟ ما سيل وش عايز؟ شوف الفندق. زين اشوفه ما معبر فهد، انا عارف انه فندق. اليوم يبين لهم فندق. زين فور ستار. زين في عجمان. يا سلام سلام. عن دبي يقول لك بس 20-25 دقيقة. وايد زين. وتو الإجازة جاية. إيه نعم. اسكن طال عمرك في عجمان. وشوي وبطيح في دبي. 20-25 دقيقة أنت في دبي. يا سلام سلم. وغرف طول عندك، عندهم غرفة وصالة، وعندهم غرفتين وصالة. نصير بنشوف بنعطيهم الأسعار الحلوة. يستاهل. في عجمان في الحميدية هذا الفندق ها شايفينه. الشارع مرة على تحت جسر الحميدية، ما المكان ما يضيع طول. وجازة يا جازة هنا اسكن هنا وتمشي في دبي. يلا بسم الله. شوف الله ما ينشاف. ينشاف ما ينشاف. في داخل احنا ما بنشوف من برا، من داخل. شو اللعبة؟ شو اللعبة؟ شو اللعبة؟ شو الخبل؟ شو السحب؟ والسحب يا اخي اول مرة يدخلوا من داخل البيوك يدخلوا من هناك الكوفة ما تعرفوا اللي يدخلوا يا ياسين دور كل لعبه مال ما مريحانه. وش شوف الفندق ما شاء الله، هذا الاستقبال، هذا فندق ايوان ما شاء الله. استقبلوك مرة على الباب بورود. يا سلام سلم. هذا الاستقبال هنا حق الجلسه يعني. عاد طالع منك هم بغيت بعدها سوى مساج. تعال وتيلسناها وسوى مساج. هذا الكوفي ها. يا سلام. انا عجبت لا ما تردد تعشي كوفي هذا تحله. ايه اشرب قهوه وفيده. يلا عاد يلا يلا انجليزي ما هذا الباب ما عرفوا يدخلوا باب. يا ريال كم يدور وتقول داخل هاي لعبه. وين وين يعرفوا انجليزي؟ لو قفزه يلا لفت معهم لازم انهم لفت عي. وش تبي فندق ذا تعرف وش تبي انا؟ لا حول فيها هنا دكه او عندهم لفت. جواز ما تعرف انجليزي. سكت سكت بس بس روح بودينا نعرف يعني شغلني. وش تشوف تو حوس ساهر وش تاكل مسروية يودونا يدلون المكان. جود بس ما نعرف غير جود ترى احنا شيء غير ما نعرف. جود بس راونا الغرف. بس راونا الغرف. جود وين مودينا بعد؟ وين مودينا؟ سموكينج. وش سموكينج هذا بعد؟ وش هذا سموك؟ قول هاب قول حب ما كنت لوش لوش مكن والله قول حب. هذا السموكينج اللي موجود عندنا في الحوض. حوض سباحة فهد. حوض سباحة ما نعرف سموكينج احنا. حوض سباحة هذا الحوض فوق وهذه الأشياء هاي شوفها تشوف الجو من فوق تشوف الجو من فوق. مكان غاوي غاوي مكان غاوي لازم غاوي. مرتب. ها 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 ما محطاي لك يا ابوي. يا تم تم تاكل شيء شو الشربه حد يا ابوي شو حد حوض قول يا ابوي يا شغل احنا المكان فهد طيب هذو سموكن غاوي حوض غاوي يا ابوي صل على النبي انت علامك انت يا حاطب ولا وش يا وين يجي جايب انك موتر الفندق كبره كبره انت يا ابو الفندق ما محط عليك ذاك شرب نسي فهد شو ودي انا الاغرف فهد ودي انا اشوف الاغرف ودي انا اشوف الاغرف تعال قبل الاغرف ها السبع والسبع سبع وش نسيت اغرف فهد انجليزي ما اعرف هناك خابر الانجليزي هذا يقول لي جماعه حوض حوض سباحه بس يو بعده يشرب بعده هذا مشكله هذا مصيبه روغو اشوف ام بغيت البريكفاست ام بغيت اللانش لانش وش كيف بحر هنا لانش لو ام بغيت الدينر هذا كله بتحصله هنا شوف شوف هالمكان مطعم فهد قول مطعم يا ابوي لوش يا سينه انت ترى هو يخق عمني يخق علينا عواف ما كلمني اليوم شوف شوف هالمطعم يا سلام هذا هنا عندهم وهذا عندهم بوفيه وكل شيء عندكم هنا اكل كل شيء كل شيء كل شيء موجود وش موجود برياني موجود يا سلام تشاينيز موجود هي. عربيك موجود كونتيننتال موجود كل شيء كل شيء موجود هنا اكلهم بعد الحق هذاك سال المطبخ يا هذا المطعم اللي عنده في الفندق. هاي نعم. تنزل من غرفتك وتجي هنا. يا سلام. يا سلام. ويش طابخين اليوم؟ وش مسوي؟ فتش المطبخ. ويش طابخين اليوم؟ نسيب نشوف.
يا ابوي واصلين نسيت بشوف مكان. المهم هذا المطبخ فهد عندهم كل شيء ياكل تباب مطبخ هذا مطعم شوف شوف الغرفة عاد واسمع السعر فندق فور ستار في عجمان عن دبي مره 20-25 دقيقة شايف هذا الصال لها يا سلام هذا وهذا المطبخ مطبخ وهذا عزكم الله دورة المياه السلام وهذا الغرفة الرئيسية غرفة النوم الوردة مسواية هنا وش اسم الدوش المريخ هذا وش انت تعرف على كم هالغرفة وصل على 250 درهم لا لا 250 درهم 250 وزيدة وعليها بريكفاست بعد وش بريكفاست فطور قول الريوق يا ابوي الريوق الريوق الغرفة وصالة مع الريوق على 250 درهم. هل ندبه وش رايك اليوم نسكن؟ نسكن؟ يا باخي. الامور بقيت الغرفة وصالة شيء عندهم غرفتين وصالة. شوف الصالة مقبرة. ما شاء الله. وهذا المطبخ. هذا مطبخ. وهذا الباثرون. وش باثرون؟ وش باثرون؟ قول حمام فهد. قول حمام باثرون وش باثرون؟ والله خلق قاعدوا دورات مياه هنتين عندهم. هنتين. شايفين؟ حمامين يعني. ايوه. وهذا هنا الغرفة. يا سلام. هذه الغرفة هاي حق إذا عندك أطفال هنا يرقدون وهذه الغرفة الرئيسية يا سلام سلام غرفة النوم باثروم بحمام زين وهاي وش يا هذه طلعنا طويل بعمق مرة على عجمان يعني إذا تبى تشوف برا تيجي السنة برا يشتوي سلام 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 البلكونة هاي بلكونة هالغرفتين وصل على كم؟ أوه. على 400 درهم معها بريك فاست يا. وابشرك جايين عائلتين ومعكم عيال صغار يزيدوكم دواشك يا سلام يا سلام وايد زين يا سلام يا سلام على 400 درهم غرفتين وصاله يا هو طايحه محديه انا بس على بالي ياكل بيشرط ما خلى شيء عصير وشربته اكل وش تسوي هو طايحه بخلي ارقام التواصل رقم الواتساب خلي المتابعين فهد ويتواصلوا عندهم على الواتساب ويحجزوا العرض من اليوم الجمعه لين يوم السبت الجاي يعني مده اسبوع واحد بس هذا العرض وبعدين يخلص العرض ويوم تجينا لازم من تواصل عندهم في الواتساب قول لهم انك جاي من طرفنا عشان يعطوك هذا العرض لان الاسعار بوكينج مختلفه نعم فرق مرتفعه هناك وهنا نازله تعال عندهم الاستقبال قول لهم من طرف جروب فهد الغرفة وصالة على 250 الغرفتين وصالة على 4 مع الريوق روح أرقام التواصل تواصل عندهم وين أروح؟ لا هم يتواصلوا يعني هذا وش أشوف؟ هذا 5 غرف وين؟ هذه الأوراق فهد أنا أعور وش؟ أوراق هذا هدية من راعي الفندق لخمسة فائزين كل فائز ليلة يسكن في المجان استاهلوا زي بحلو ما للمتابعين انت متابع شوف انا بخلي لهم صوره بعد هالفيديو بس يكتبوا لي موقع الفندق وين بالضبط وبس حبارك خبرتهم انت وانت من كيسك دافعين مش خلهم يا ابوي الناس تانس والله صوره بعد الفيديو بس اكتب موقع الفندق وين باكر بس حب على 5 فايز كل فايز اليوم فايز حب اليوم لا باكر باكر باكر